السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا يا حلقة جديدة من برنامج المشهد، نخصصها بالكامل للمشهد السوداني. إذن دعوة لوقف إطلاق النار وإلى حوار جامع لا تشوبه التدخلات الخارجية، تلك نتائج قمة دول جوار السودان اليوم في العاصمة المصرية القاهرة. فقد نشد المشاركون كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء الحرب والدعوة إلى حوار جامع، كما جرى التوافق على أهمية تسهيل مرور المساعدات الإنسانية وإرساء خطة عمل تتضمن حلولا عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال. المجتمعون عبروا عن قلقهم البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة أعداد النازحين والفارين إلى الدول المجاورة في ظل استمرار القتال. نسأل في المشهد عن الإمكانات التي تملكها دول الجوار لتنفيذ قرارات البيان الختامي، وما الفرق بين هذا الاجتماع وبين بقية الاجتماعات التي شهدتها مدن كثيرة منذ بدء الحرب قبل 3 أشهر. نتوقف عند هذا التقرير مع زميل نبيل عبد اللوي ثم نعود للنقاش. في مسعى جديد لإنهاء الأزمة السودانية تحتضن القاهرة اليوم قمة دول الجوار السوداني لبحث سبل وقف الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع والحد من تداعياته على دول الإقليم، وذلك في ظل رفض السودان لمبادرة الإيجاد بسبب رئاسة دولة كينيا للآلية الرباعية التي يعتبرها الجيش السوداني منحازة لقوات الدعم السريع. قمة القاهرة إن لم تنسق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة لن تنجح وفق محللين، فقد أصبحت السودان سوق مبادرات كل جهة تريد أن تستبضع منها، فقد كان هناك مفاوضات في جدة ثم أديس أبابا والآن مصر، وهي مجهودات مبعثرة برأي سياسيين ربما تزيد من الانشقاقات، خاصة أنها تأتي موازية لقمة الإيجاد التي رفضت الحكومة السودانية مخرجاتها. كثرة المبادرات ليست دليل عافية يقول متابعون، بل هي دليل على عمق الأزمة واتساعها، لذا من الأفضل أن يتم إدارة حوار سوداني سوداني يعلي مصلحة الوطن والمواطنين. وفي هذا الاتجاه وجه مثقفون وصناع رأي وسياسيون نداء للقمة بضرورة مخاطبة طرفي الصراع في السودان من أجل الوقف الفوري لهذه الحرب العبثية دون شروط، وشددوا في بيان أن استمرار الحرب دون وجود كوابح لإيقافها سيؤدي إلى ظهور بؤر الصراع القبلي، الأمر الذي يشكل تهديدا لوحدة السودان وانتقال الصراع لدول الجوار نفسها المشاركة في القمة. وبين قمة ومؤتمر يتوق السودانيون أن تنتهي الأزمة ليواصلوا مبادراتهم في إفطار الصائمين على جنبات طرقات الخرطوم وكل السودان. إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيوفي، السيد هشام أبو ريدة محامي وقيادي في الجبهة الوطنية العريضة من لندن، من برلين السيدة شادية عبد المنعم عضو اللجنة التنفيذية تجمع السودانيين بالخارج، ومن كندا دكتور خالد أصيل المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد أبو ريدة، ما الذي جاء به اجتماع القاهرة اليوم دول الجوار ويمكنه أن يحقق ربما شيئا منفردا عدا بقية الاجتماعات الأخرى، علما أن هذه التوصيات الواردة في البيان الختامي لا تختلف عما ورد في بيان جامعة الدول العربية وإيجاد الأولى والثانية وجدة؟ مرحبا بك ومرحب بضيوفك وكل المتابعين. نعم، نفس المخرجات هي نفسها اللي كانت في الإيجاد وحتى في اتفاق جدة أيضا، نفس تتشابه في نفس هذه النقاط. الأهم لكل الشعب السوداني هو وقف هذه الحرب العالمية، ولكن يبقى السؤال كيف الآلية لوقف هذه الحرب، ونرى أن هنالك الكثير من مثل هذه الاجتماعات التي تدعو لها دول، يعني بل بالأمس القريب كان هنالك في أثيوبيا، وأيضا لم يكن الجيش السوداني هم راضين عن
رئاسة كينيا هذه الجلسة، وإضافة لذلك ظلوا يتعللون بأنه يعني عدم استمرار فيها. بعدها في يومين الآن في القاهرة نرى بنفس يعني الدول هي زادت عدد الدول، ولكن عندما نأتي إلى تفنيد المخرجات نرى أيضا هم يتحدثون عن الإعراب، عن قلقهم، عن إنه الأعداد بتاع اللاجئين أصبح متزايد والنازحين أصبح متزايد. إضافة لذلك يعني قد هبشوا الوتر عندما تحدثوا بأنه هذه الحرب هي قد تؤثر على كل المنطقة. بالتأكيد لأنه نحن ظللنا يعني نتحدث عن هذا الأمر مرارا وتكرارا بأنه هذه الحرب عندما تهدد السلم والأمن الدوليين لا بد من اتخاذ آليات تعمل على وقف هذه الحرب. وبالأمس القريب يعني الكل تابع بأنه الخارجية البريطانية أيضا قامت بحظر بعض الشركات التابعة لقوات الدعم السريع وللجيش، وهذه هي خطوة كان العام يعني كان لابد أن تتم في وقت مبكر، لأنه هذه الحرب منذ 15 أبريل هي تنهش في السودان وفي شعب السودان وفي بنية التحتية وفي يعني دمرت كل شيء في السودان. فلذلك يعني إذا كان المجتمع الدولي الآن حتى نرى أنهم ليس على قلب رجل واحد وكلهم الآن يدعون إلى أنه الوقف الحرب في السودان، ولكن يعني يعجزون عن تقديم الآليات الحقيقية التي تعمل على وقف الحرب داخل السودان، خاصة منه اتفاقية جنيف الرابعة كانت واضحة التي تم التوقيع عليها في 1949 والتي وقعت عليها أكثر من 190 دولة تعمل على يعني التعامل مع المدنيين أثناء الحروب. فهنالك آليات لابد كان من اتخاذها. نحن الآن همنا الأول والأخير في هذه الحرب سلامة المواطنين، سلامة الشعب السوداني، وعدم الزج به واستخدام كدر البشرية. ولكنه استخدم بالفعل سيد بوريدا. سأعود إليك دكتور خالد أصيل. ما حاولت أن تفهمه دول الجوار اليوم في اجتماعها في القاهرة أنها تدعم السلام، أنها لن تتدخل في الشأن السوداني وترفض التدخلات الخارجية. هذه الرسالة بإيصالها للمتحاربين في السودان، كيف يمكنها أن تؤثر على الوضع؟ كيف يمكن أن يستقبلها أطراف النزاع في السودان؟ هل يمكن أن تكون رسالة ما تغير مسار الصراع؟ لا يصلنا صوت الدكتور خالد أصيل. لا يصلنا صوتك دكتور. إلى حين تدارك هذا الخطأ التقني سنعود إليك دكتور خالد أصيل. سيدة شادي عبد المنعم في برلين، سؤالي إليك أيضا، كيف يمكن لأطراف الصراع في السودان أن تتلقى رسالة الطمأنينة التي تود توجيهها الأطراف في القاهرة من دول الجوار بتبني السلام وأيضا عدم التدخل في الشأن السوداني؟ أهلا وسهلا ومرحب بك ومرحب بضيوفك الكرام ومرحب بالمشاهدين. الحقيقة أطراف الصراع لا تتلقى رسالة ولن تتلقى رسالة ولا تهتم بأي شيء سوى المأزق الذي أوقعت نفسها فيه. كلا الطرفين يعتقد أنه سوف ينتصر ويسحق الآخر، وأنا أعتقد أن مبادرة القاهرة ليست إضافة، ليس فيها جديد. يعني حقيقة أنا كنت مندهشة جداً وأنا أسمع مخرجاتها أن دول الجوار تشتكي من أنهم ضحايا للحرب، كأنهم لم يكونوا يعلموا بأن التفريط في وحدة السودانيين، التدخلات الغير إيجابية، الدعم وجود العسكر في السلطة الذي لعبت فيه دول الجوار والإيجاد دور كبير لن يفضي إلى هذه النتيجة. أنا أستغرب أنهم يعرفون السياسة أم يستغلون بعقول الآخرين. فأنا أعتقد أن هذه القمة لم تأتي بجديد وليست لديهم آليات لوقف إطلاق النار، وليس ولا يملكون
أي إمكانية ضغط على طرفي الصراع ليسمعوا المناشدات. أعتقد إن ما ذكره المتحدث قبلي الأستاذة بريدة أن تفعيل حماية المدنيين في فترة الحرب وفقا للاتفاقيات الدولية لو فعلت من اليوم الأول، لما استمرت الحرب لمدة 3 أشهر كاملة بهذه الضراوة، ولما تجرأ الجيش السوداني لاستخدام سلاح الطيران الذي لا يفرق بين الدعم السريع وبين المدنيين العزل. هذه المرحلة انتهت، لكن في تقديري أن ما يمكن أن تفعله دول الجوار منع أي مساعدات عسكرية، قفل الأجواء أمام أي طيران، أي مساعدات تأتي إلى أي من طرفي الصراع. ننتظر ليفنوا بعضهم البعض. أنا أعرف أن هنالك مواطنين يفقدون أرواحهم بكافة الأشكال، بالغصف الجوي، بالجوع، بالعطش، بكل هذا. هذه هي الحرب، الحرب ليست نصرة. وإنهم يعني عندما يشتكون الآن إن دولهم ضحية لهذه الحرب، السودانيين هم الضحية الأولى لهذه الحرب، والضحية الأولى للتدخلات الرعناء لدول الجوار. يعني الآن السيد رئيس إثيوبيا أبي أحمد يتحدث عن أن ليست هناك قيادة في السودان. هل كان يعلم أنه عندما أصر على قيادة عمليات التفاوض مع العسكر في 2019 إن هذا سيفضي إلى هذا، أم إنه لا يعرف سياسة، أم إنه لا يهتم للسودانيين؟ أنا أعتقد إن ما يفعلونه الآن هو استجداء للمجتمع الدولي ليعطيهم الأموال للاستفادة من تدفقات اللاجئين. ما يفعلونه الآن هو ذر رماد في العيون، لكن هذه الغمة لم تأتي بجديد. أعتقد علينا أن نتحدث بشفافية. مصر تميل إلى جانب الجيش على علاته، ومصر تعرف علاته جدا، لكن تراهن على 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 أوهام. سأعود إليك سيدة شادية، إن كانت نعرف إذا كانت تعول على أوهام أو أمر آخر. يعود إلينا الدكتور خالد الأصيل، ما كنت أتحدث عنه من الرسالة التي يمكن أن يقتنصها أو أن يستلمها طرفاء النزاع في السودان من هذا الاجتماع، ربما ما ذكروه من أنه يكون هناك حل خارج التدخل الخارجي، أليس هذا رد على ما كانت تطالب به قمة الإيجاد الأخيرة، تطالب الإساف بنشر قواتها، والذي ردت عليه وزارة الخارجية السودانية بأنها ستتعامل معها على أنها قوات معادية؟ ألا يمكن أن تكون هذه النقطة في البيان الختامي طمأنة لأنه لن تكون هناك أي قوات أجنبية تنشر على أرض السودان؟ شكرا جزيلا على الاستضافة في قناتكم العامرة، وأيضا التحية لضيوفك الكرام ومشاهديك الكرام. أولا نشكر كل دول الجوار اللي استقبلت السودانيين الذين نزحوا إليها بسبب الحرب، وأيضا لازم نناشد قادة هذه الدول بأهمية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول من يجبرهم واقع الحرب على النزوح واللجوء إلى بلدانهم الكريمة، لأنه حتى الآن هناك تأخير في بعض الإجراءات في بعض الدول. يعني ثانيا، هذا الاجتماع طبعا جمع رؤساء الدول الأكثر تأثرا بالحرب، وهي نفس الدول المتأثرة بصورة مباشرة، وهي كذلك الدول اللي استقبل عدد كبير من الفارين من الحرب، وهي بتخشى أيضا من تطاول أمد الحرب وازدياد تأثيراتها على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والآخر. يعني وفي مجمله الطرفين في هذا الاجتماع ناشدوا الأطراف المتقاتلة بضرورة وقف الحرب، وطالبوا كذلك بأهمية الحوار الشامل بين الأطراف، وأكد على ضرورة فتح ممرات إنسانية ودعم النازحين وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية. فنحن في وقوع هذا التغيير بنرحب بقيادات الاجتماع، وبنطالب بضرورة توحيد المبادرات الحميدة المطروحة اللي كلها بتدعو لإيقاف الحرب، وأهمية تنسيق الجهود على رأسها مبادرة جدة والإيجاد لاختصار الطريق أمام الحرب، لأنه الإنفراد بمبادرة لوحدها وخروجها بموجهات عامة ومناشدة عامة وتشجيع الأطراف لوقف الاقتتال
ما اعتقد يعني ادوات فعاله، لانه اذا راجعنا طيله الثلاث اشهر الماضيه كل الجهود اللي اتبنت في اطار الهدن المختلفه في اطار الرسائل المختلفه اللي وصلت للمتقاتلين ان يتوقفوا عن القتل والاخر كلها لم تنجح. ولذلك هذه المبادره الان والرسائل اللي جاءت منها خاصه انها تتعارض في جوهرها مع ما 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 دعت اليه الايجاد هتكون هناك مشكله. ولذلك نحن طلبنا ونطالب في ضروره توحيد هذه المبادرات حتى تكون عندها القدره والقابليه للخروج بتصور خارج الصندوق يلزم الطرفين لوقف القتال، وبعدك تقدر تساعدنا لمعالجه الكارثه الانسانيه والمساهمه في تسيير عمليه او انطلاق عمليه سياسيه شامله يقودها السودانيين بانفسهم تخاطب كل قضايا الازمه الوطنيه بما يفضي للوقف النهائي للحرب بلا رجعه، ثم بعدها نضع البلاد في الطريق الصحيح للتحول من التنوراتي لبناء سودان جديد يسع الجميع ويسود في الاستقرار والحريه والعداله. لكن اذا ظلينا نمشي في اتجاه مبادرات فرديه ومنعزله عن بعضها البعض مهما كانت الرسائل وجوهرها وقوتها سوف لن تؤثر على اطراف القتال. والان اليوم شاهدنا حسب التقارير الموجوده الان يعني بعد خروج هذه المناشدات وهذا البيان الختامي هناك تحليق لطائرات بشكل مكثف على اجواء العاصمه القوميه، هناك اقتتال، هناك يعني الان وهذا ما سنخبره من الخرطوم، هذا ما سنخبره دكتور اصيل من مع ضيفنا من الخرطوم سيد طاهر ضو البيت. اهلا وسهلا بك سيد طاهر ضو البيت، محلل سياسي ينضم الينا من العاصمه السودانيه الخرطوم. سيد ضو البيت، كيف تتلقون البيان الختامي بنقاطه لاجتماع دول جوار السودان في القاهره في العاصمه المصريه القاهره، حيث يدعو كما دعت بقيه البيانات الاخرى الى وقف اطلاق النار والى الحوار وايضا فتح ممرات انسانيه، هل هذا ممكن في ظل انه في دول يعني في جوار السودان ما يزال تسمع ازيز الرصاص، ما يزال تسمع كل ما يدل على ان الحرب لم تتوقف؟ شكرا جزيلا ومرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام من مختلف انحاء العالم المتحدثون حول برنامج المشهد في ما يخص السودان. على حقيقه يعني لا اعتقد ان مصرف عمرها في يوم من الايام قدمت اي عمل ذو فائده للشعب السوداني. نحن نفتكر انه الحاله لما اقول مصر بتكلم بس الحكومه المصريه والاداره المصريه، يعني لا اتكلم عن الشعب المصري، الشعب المصري بعيد تماما عن الحكومه المصريه، لان الحكومه المصريه عمرها ما كانت حكومه ديمقراطيه او مدنيه او ممكن يعني تساهم في استقرار الوضع المدني الديمقراطي في السودان، وبالتالي مصر هي تريد نسخه ثانيه كما فعل السيسي في مصر وقبله حسني مبارك وقبل جمال نائب السادات وعبد الناصر الى اخر الغائمه المعروفه لدينا تماما انه مصر عمرها ما حكمت ديمقراطيا ولا حكم مدني، دائما مصر تميل الى الحكم العسكري وتكميم افواه الشعب المصري، وهذه المساله ليست بغريبه علينا او غريبه على العالم العربي والعالمين العربي والافريقي، بالتالي مصر لا يمكن انها تقدم تجربه بتفضي في النهايه الى حكم مدني ديمقراطي رشيد في السودان. لكنها اليوم في اجتماعها سيد طاهر ضو البيت لم تناقش نوع الحكم الذي سيكون في جوارها، هي تريد سلم في البداية مع دول الجوار. مصر لا تريد السلم في السودان، مصر لا تريد السلم في السودان. الآن هنالك اتهامات من الشعب السوداني للمصريين أنهم يساهمون بطائراتهم في ضرب المواطن السوداني وفي ضرب البنيان التحتية السودانية، هذا الكلام يدور في كل الميديا السودانية، وكل الشعب السوداني الآن الموجود داخل الخرطوم بيعتقد أنه اللي بيضربوه بالطيران هم المصريين. المساله دي خلاص ترسخت في ذهنيه المواطن السوداني، اصبحت لا يمكن انك انت تنفيها ما بين يوم وليله وعشيه وضحاها، اصبحت مساله بتاعت معلومه عامه لكل الشعب السوداني، بالتالي تدخل مصر في الشعب السوداني انا بفتكر انه تدخل غير حميد. يعني انا بفتكر انه طالما الاتحاد الافريقي والايغاد وهي مصر دوله واحده من 50 دوله بتمثل الاتحاد الافريقي ما في لزوم انها تيجي تعمل مؤتمر ثاني لجيران السودان، ومن هم جيران السودان الذين يجلسون الان في مصر؟ وما المغزى؟ وما الفائده؟ ومن هم السودانيين الان يجلسون مصر؟ مصر تريد انتاج الحركه الاسلاميه في السودان بمواصفات ضعيفه جدا تستغلها هي لمصالحها الذاتيه في مسائل التنميه وتقويه الاقتصاد المصري عن طريق حكومه ضعيفه مبتذله ليست لها قوه وحكومه تبطش بالشعب السوداني وتعيد النسخه العسكريه الاسلاميه الاسلامويه السابقه.
هذا هو. ولكنها مثلها مثل بقية الجوار تشتكي من أن غياب سلم على في جوارها يؤثر على أمنها، يؤثر من خلال أمواج اللاجئين والمهاجرين التي تدخل إليها. يعني أليست مصيبة أو محقة في قرارها هذا في الذهاب إلى اجتماع لدول الجوار من أجل بحث السلم، بحث إنهاء هذه الحرب في السودان لمصلحة الجميع، لأن ما يمس السودان أمن السودان يمس أمن المنطقة كلها. ولماذا لم تجد الاتحاد الأفريقي والإيغاد حتى ولو بصفة مراقب، لماذا لم تجد هناك؟ لماذا تنفرج لنفسها بمؤتمر يخصها هي ويخص مجموعات أصلا هي مناوئة للحكم المدني الديمقراطي في السودان؟ هذه المعلومة متاحة لكل الشعب السوداني. الآن الذين يجلسون باسم السودان في مصر هم الآن الحركة الإسلامية والعسكريين الذين لا يرغبون في وجود حكم مدني ديمقراطي في السودان. الناس اللي بيقول لهم الشعب السوداني هم ضد الثورة السودانية اللي قامت من أجل الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة. وهناك أيضا ما يتحدث عنها الإعلام الغربي من أن أطرافا إقليمية لا تريد أيضا أن يكون هناك سلم في السودان وأن تستمر هذه الحرب. سأعود إليك سيد ضو البيت. سيد أبو ريدة، يجري الحديث على أن ما يجري في السودان حاليا هي حرب بالوكالة بين السعودية والإمارات، وأنها لن تنتهي وستظل مستمرة طالما تخدم مصلحة البلدين من سينتصر فيها. كيف تعلق على ذلك؟ أولا يعني هذه الحرب العبثية، نحن في الجبهة الوطنية العريضة كان لنا الرأي واضح بأنه هذه الحرب حرب البيت الواحد. هؤلاء الإسلاميين وهذه الميليشيات التي يعني تقاتلهم الآن هي صنيعة هذا النظام، وهم مع بعض يعني ضمن الميليشيات الأخرى، إذا كان كتائب ظل أو أمن طلابي أو أمن شعبي أو دبابين أو غيرها، فهذه كلها إفرازات النظام وهذه هي ميليشيات النظام. الشعب السوداني هو قد حسم هذه يعني المعركة منذ 2018 عندما نادت هذه الثورة العظيمة بأن يذهب العساكر إلى تكناتهم وأن يتم حل هذه الميليشيات. هذا الرأي الشعب السوداني، وهذا رأي الثورة السودانية. وإضافة المحاور، نحن أيضا في جفرة عريضة يعني قد وقعنا اتفاق بيننا وبين من أجل التغيير بيننا وبين حركة جيش تحرير السودان السنة الماضية في شهر 6، وهنالك 19 بند. أهم هذه البنود لحل الأزمة السودانية لابد أن يكون الحوار السوداني. إضافة لذلك يعني منذ تأسيس الجبهة الوطنية العريضة في 2010 وقد كنا يعني نذهب مع الأستاذ الراحل الجليل علي محمود حسن رئيس الجبهة الوطنية العريضة، لقد يعني ذهبنا إلى كثير من خارجيات الدول الأوروبية وكنا نرسل لهم رسالة في بريد هذه الدول بأن لا يتدخلوا في الشعب السوداني، وبأنه الشعب السوداني قادر على حسم أي مقارعة لهذا النظام وأن لا يدعم هذا النظام. وبالفعل يعني الشعب السوداني نحن كنا على قناعة بأنه هذه الثورة سوف تنطلق، والثورة التي الآن قد وقف الجميع من أجل أن يعني يكبح جماحها، لكن الثورة إلى الآن هي تسير في نفس الخطى إلى أن تصل إلى محطتها الأخيرة. لكن ما يخشى منها أن تكون محطتها الأخيرة هي الانقسام. سيد شادي عبد المنعم، هناك من يرجح أن السيناريو الأقرب للصراع حاليا في ظل اشتداده وفي ظل يعني أن لم تصمد أي هدنة ولم تكون أي وساطة ناجحة بين طرفي الصراع، أن يكون مآل الأمر إلى الانقسام في البلاد. إلى أي حد ترين أن هذا ممكن في السودان؟ هو حقيقة الانقسام يمكن أن يحصل يعني تحت فوهة البندقية، يعني بقوة السلاح يمكن لأي جنرال يملك ميليشيا مسلحة أن يختسم جزء من أراضي السودانية ويسميها مناطق محررة أو يسميه ما يشاء.
هذه حقيقة. لكن هل الشعب السوداني يريد الانقسام؟ هل الشعب السوداني يريد التشرذم؟ هذه ليست حقيقة. الشعب السوداني الآن ينتظر ويبحث عن أي بارقة أمل لوقف إطلاق النار، لأن الشعب السوداني قادر على أن يحل مشاكله. يعني عندما نتحدث عن الحوار السوداني السوداني، نحن لا نعني على الإطلاق أن يكون أحد طرفي هذا الحوار أي حامل للسلاح، بغض النظر عن كان هو الجيش الرسمي أو ميليشيا. فأعتقد أن الحديث عن ما بعد الحرب الآن مبكر، لكن الحديث عن كيف تقف الحرب أنا أعتقد هو الأيدى في هذه اللحظة. فأنا أعتقد أن الضغط على الأطراف المتحارب حتى لا توسع رقعة الحرب في البلاد، حتى لا يتم استخدام المؤثرات الدينية والقبلية والمناطقية وغيرها، وهذه احتمالات هي ليست قوية، لكن تحت سطوة السلاح وتحت سطوة المال ربما يتمكنوا من توسيع رقعة الحرب. لكن انقسام، أنا أعتقد أن هذا كان يمكن أن يحدث قبل 4 سنوات، قبل 3 سنوات، قبل اتفاق جوبا، قبل اتفاق جوبا للسلام الذي لم يخاطب جذور الأزمة. السودانيين كانوا يتطلعون إلى السلام فيها في المناطق النزاع بأي شكل من الأشكال، وعدد كبير جدا من داعمي الحركات المسلحة وداعمي الحل المسلح كانوا يعتقدون أن هذا الاتفاق سوف يعيد السلام إلى مناطقهم والطمأنينة والتنمية المتوازنة وغيره. الذي حدث إن هذه الاتفاقية أعطت غادة الحركات المسلحة مناصب في السلطة، ولم تفعل شيء لإنسان المناطق المتضررة من الحرب. لذا أعتقد أن المواطنين في النيل الأزرق، في دارفور، في جنوب كردفان، في الشرق، لن يستجيبوا لدعاوى هذه الانقسامات المدفوعة بالسلاح. وإن كان ما ترد من تقارير على الأمم المتحدة، دعت الأمين العام للأمم المتحدة من التخوف من أن تذهب الأمور في السودان إلى منحى الحرب الأهلية. نعم نعم، إنهم يتصورون هذه التصورات لأنهم يقرؤون من كتابهم، لا يقرؤون من الواقع السوداني حقيقة. إنهم يقرؤون من كتابهم، سواء كان الأمم المتحدة، سواء كان المجتمع الدولي، سواء كانت الترويكا، سواء كانت الإيجاد، إنهم يقرؤون من كتابهم، لا يقرؤون الواقع السوداني. نحن نعلم الواقع السوداني، نحن السودانيين نعلم الواقع السوداني. إنهم يتجاهلون القوة السودانية على الأرض، يتجاهلون لجان المقاومة، يتجاهلون أجسام المطلبية، يتجاهلون نقابات ال 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 لمصلحة ماذا يتجاهلون هذا الأمر سيدة شادية؟ سيدة عبد المنعم، لأي مصلحة يتجاهلون أن يقرأوا الواقع؟ إنهم ينهبون السودان يا سيدتي، إنهم ينهبون السودان. يمكنني أن أحدثك بالأرقام، ماذا تستفيد مصر من السودان؟ ماذا تستفيد الإمارات من السودان؟ ماذا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من السودان؟ ماذا تستفيد أوروبا من السودان؟ نحن نعلم بالأرقام، نحن نتحدث عن أوهام. نحن نعلم إن الأوروبيين يتشبثون بمسألة مكافحة الهجرة الغير شرعية، وينتظرون السودان أن يكون حارس لهم على بوابة أفريقيا. المصريين جل اقتصادهم، السلطات المصرية جل اقتصادها يقوم على نهب الموارد السودانية. الإمارات، السعودية، كل هذه يستفيد من ثروات السودان، يستفيدون من الحكومات الضعيفة يا سيدتي. إنهم يستفيدون، لماذا يصرون على فرض نموذج يرفضه الشعب السوداني؟ لماذا؟ هذا ما يعرف بحرب الصغار التي يستفيد منها الكبار. سأعود إليك سيدة عبد المنعم. سيد الأصيل، دكتور الأصيل، بريطانيا قبل ساعات أو اليوم قالت أنها تفرض عقوبات على الشركات مرتبطة بطرفي الصراع في السودان. قبلها فعلت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية قبل ذلك بشهر. إلى أي حد ترى أن فرض مثل هذه العقوبات سيكون له أثر على طرفي الصراع ويخفف من حدة الصراع ويجعل الحرب تضع أوزارها هناك؟ نعم، شكرا على السؤال. طبعا العقوبات الاقتصادية على الشركات إذا كانت التابعة للقوات الشعب المسلحة أو التابعة لقوة الدعم السريع أو التابعة لبعض القيادات العسكرية هي واحدة فقط من أدوات الضغط على المتقاتلين ليستجيبوا لصوت العقل ويحكموا صوت العقل ليوقف هذا القتل. ولكن هو ليس يعني سلاح فعال في هذه اللحظة الآنية. نحن الآن نتحدث عن حاجة
عاجلة وماسة لوقف الحرب اليوم. العقوبات دائما يعني تأثيرها على المدى الطويل، ولكن على المدى القصير من الصعب جدا أن يكون لها تأثير مباشر لوقف الحرب. نحن الآن يعني مطلبنا من الأسرة الدولية أنها توحد جهودها وتأتي بنموذج جديد ينبه طموح هذا الشعب السوداني الكل بنادي الآن بوقف هذه الحرب. طبعا يعني الشيء الجيد أنه حتى الأسرة الدولية كلها بالإجماع تنادي بوقف الحرب، ولكن يعني عاجزة حتى الآن أن تقديم نموذج أو آلية تجبر الطرفين لوقف هذا القتال فورا. ولذلك العقوبات دي هي ممكن تكون لها فوائد، ولكن الآن لا أعتقد الشعب السوداني ينظر إلى هذه العقوبات كمخرج لهذه الأزمة، إنما المخرج المطلوب الآن والبنادي به كل الأصوات اللي بتنادي بإعلان الحرب الآن في السودان عايزين آلية توقف الحرب اليوم قبل الغد ثم بعدها، لأنه الآن الكارثة الإنسانية اللي بتواجه الشعب السوداني كارثة غير مسبوقة. أكثر من 3 مليون من الناس التضرر بهذا الحرب، أكثر من 200 ألف يعني مواطن دير النزل، مليونين و400 ألف، نعم ألف خارج السودان. ولذلك هؤلاء الآن عالقين ومشردين ويعانون ويموتون، ولا زال الضرب مستمر. اليوم مات أكثر من 35 في ضربة واحدة بشكل طائرات تضرب بشكل عشوائي. ولذلك هذه العقوبات هي لا تخاطب هذا الأمر الآن، هي تخاطب المستقبل. إحنا دارين الآن الحل، ما هو الحل؟ لذلك إحنا نفتكر أنه المواد المشتركة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كذلك الإنجاز وكذلك الجهود اللي بتقوم بها مصر الآن يجب أن يتم توحيدها بأسرع ما يمكن، وتخرج كلها بآلية جديدة تقدر توقف هذه الحرب بصورة يعني تامة ودائمة. ولذلك نحن الآن يعني نظرتنا للمجتمع الدولي يعني تحركات الأعداد بطيئة وليست مواكبة للتحديات اللي بيواجهها الشعب السوداني. هي تحركات فعلا بطيئة بسبب أنهم يعني هناك تباينات في المواقف. أنا حتى الآن لو نظرت للقاء القاهرة حتى الرؤساء الموجودين كانوا في داخل القاعة هناك تباين في آرائهم، منهم من أكد على أهمية إرجاع هذا الأمر إلى الإيجاد، ومنهم من يقول لا تدخل الأجنبي، ومنهم من ينادي بشكل مختلف. ولكن في خلاصة الأمر اللقاء كله خرج بشكل بتاع إنه عايزين مزيد من الوقت، وعايزين شكل بتاع يعني دعم مالي للدول اللي بتواجه يعني نزوح كبير من النازحين السودانيين، وعايزين يعني بشكل بتاع تصورات للحماية يعني أوضاعهم. الإشكال أنه حتى الآن في ظل هذا الصراع بات الأمر بتخوين بعض الأطراف الدولية والإقليمية من تدخلها في الأمر بشكل يكون يميل إلى جهة على حساب جهة أخرى. سيطار ضوء البيت، كانت هناك اتهامات لمنظمة إيجاد بالسعي لنزع الشرعية عن عبد الفتاح البرهان. مثل هذه الاتهامات في مثل هذا الوقت وهناك تعويل إقليمي على منظمة إيجاد من إيجاد حل في السودان، كيف يمكنه أن يؤثر على تعطيل الحلول مستقبلا؟ أولا عزيزتي الفاضلة، عبد الفتاح البرهان منزوع الشرعية منذ انقلابه على الوثيقة الدستورية. هذه مسألة لا جدال فيها وتكلموا فيها الإخوان القانونيين، ويبدو أنه الإخوان الفقهاء في القانون الدستوري والقانون القوانين العالمية تكلموا في هذا الموضوع كثيرا، وأنا لست منهم، لكني أؤيد ما ذهبوا إليه. ثانيا أتفق مع الزملاء الثلاثة الذين تكلموا قبلي، كل حسب الموضوع الذي تكلم فيه الأخ بريدة والأخت شادي والأخ أصيل، كل ما قالوه حقيقة هو ما يصب لمصلحة الشعب السوداني. نحن الآن نطالب بإيقاف الحرب اليوم قبل القتل، سواء كان من الإيجاد، من الاتحاد الأفريقي، من غير ذلك. لكن بفتكر إنه الدول ذات المصالح كما قال الأخ أبو ريدة لا تسعى، أو كما قالت الأخت شادي لا تسعى للاستغلال في السودان، لأنها تريد حكما ضعيفا تستقل وتنهب الموارد فيه. وزي ما هي ذكرت الأرقام موجودة الآن، كل الأرقام اللي بتأكد إنه تم نهب موارد السودان، سواء كان الذهب المهرب من السودان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو السعودية أو الثروة الحيوانية والمواد الجافة التي ذهبت إلى مصر وصدرت للعالم بديباجات مصرية، كل هذه الأرقام موجودة عند الإخوة الاقتصاديين والإخوة في وزارة التجارة يعلمون ذلك جيدا. وبالتالي هذه الدويلات لا تريد السودان استقرارا إطلاقا، إنما تريده بهذا الوضع الشائع. أنا أن الحرب الآن تمددت وصلت إلى أقصى أقاصي السودان بين الحدود الجادية السودانية. الآن في الحرب هي منطقة الجنينة غرب دارفور، تم اصطفاف
واستقطاب قبل حاد جدا الآن ما بين قبائل في دارفور، تم استقطاب واستفافة حول الدعم السريع، وهذه مسألة معلومة لا خفاء فيها. وأيضا في بعض المناطق الأخرى تم استقطاب لبعض الجهات لقيادة الحركة الإسلامية باسم الجيش. التزوير طبعا إخواننا الحركة الإسلامية الآن مزورة شكلها أو وشها القبيح، مزورة باسم الجيش السوداني. للأسف الجيش السوداني أنا أفتكر أنه يعني لا يريد الاستقطاب القبلي، ولا في عمر الجيش السوداني كان فكر في أنه يصنع استقطاب قبلي أو أهلي عشان يخزق له حروبات داخل السودان. الآن المسألة ظهرت جلية جدا أنه هذه هي الحركة الإسلامية تسيطر على مراكز القرار داخل الجيش، وبالتالي تصدر البيانات التافهة جدا اللي بتأيد الاستقطاب القبلي والجهوي داخل السودان، مما سيكون له الأثر السيء جدا على الحياة السودانية الاجتماعية والثقافية والسياسية، وإلى ربما تقود إلى الحرب الأهلية اللي تكلمت عنها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل دول الجوار والعالم، يتكلم عن إنه السودان إذا ما لحقناه في الوقت الراهن حينفرط الأمر وحتبقى هناك حرب أهلية شاملة تقضي على كل الأخضر واليابس. وقد نبهت لهذا الأمر قبل عام كامل، وما زلت أنبه في التسجيلات التي أرسلها يوميا أن الحرب أنها ستتمدد إلى أقصى بقاع السودان، وسيكون الأثر سيء جدا وسالبا على كل المنطقة، وتحترق المنطقة الشرق أفريقيا. وهذا التخوف الأكبر أن تمتد نيران السودان إلى الجوار، من أجل ذلك كان هناك رؤية. نعم. لأن ما اجتمع من أجله اليوم هو أمر هو تخوف منطقي جدا. تفضل. دول الجوار والسودان هنالك امتدادات قبلية ما بين دول الجوار والسودان أستاذتي. نعم، ما جاءت في نقاط اجتماع دول الجوار اليوم السماح للقوافل الإنسانية بالدخول إلى السودان في ظل استمرار هذه الحرب والمعارك اليوم، والتي لا يوجد أفق لأنها ستتوقف، كيف سيؤثر ذلك على الوضع الإنساني في الداخل؟ عزيزتي الفاضلة، كل ما ينتج من مصر ليس له تأثير داخل السودان، لكن إذا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد تدخلوا بصوره ايجابيه، ويعني حتى انا اقول لك الان حتى الشعب السوداني كله قرف، يقول لك نحن دايرين الان تدخل بالفصل السابع، انت السابع، لانه وصلوا لمرحله انه فقدان الثقه في هذه الدول اللي بتفتكر انها هي ممكن تقدم حاجه. ثانيا، الحرب العبثيه كما ذكرها الاخ ابو ريده بين المكونين الاسلاميين التابعين للجبهه الاسلاميه هي اضرت بالشعب السوداني، ولا يمكن انها تسمح بمرور المعونات الانسانيه، لانها ترى في ذلك اضعاف وخصم على ارضها في ارض الواقع، على المكتسبات اللي حققتها في الارض. فدي مشكله كبيره جدا احنا بنعاني منها، مع جهل الجهتين كلهم بما يعانيه الشعب السوداني. الان النزوح من الخرطوم الى 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 الولايات، العدد في ولايه الجزيره لوحدها حسب تصريح مال الجزيره وصل الى 5 مليون مواطن، ناهيك عن نهر النيل الشماليه التي اكتظت تماما بالناجحين من الخرطوم. الى اين نحن الان نسير؟ نحن الان نسير الى الهاوية عزيزتي الفاضلة. اصبحت الخرطوم مدينة اشباح، اصبحت الخرطوم مدينة طاردة، اصبحت الخرطوم لا تطاق، لا مياه، لا كهرباء، لا 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 خبز، لا لا علاج، لا لا. والخشية من ان يتمادى الامر وتتدهور الامور اكثر، سيد ابو ريدة، هناك من يرى في ان هناك دفع اقليمي من ان تسوء الاوضاع اكثر في السودان، ووضع السودان تحت البند الفصل السابع للامم المتحده، الى حد ترى ان هذا الامر هو بالفعل هي رؤيه وتصور اقليمي، وما الفائده منه؟ لا يعني في كثيرين يعني يتخيلون انه البند السابع هو تدخل القوات الامميه فقط. لا، البند السابع هنالك مواد فيه تتحدث عن التدخل غير العسكري. ما حصل بالامس عندما اعلنت الخارجيه البريطانيه حظر بعض الشركات التابعه للجيش وللدعم السريع. هذه هي ضمن الآليات التي كان لابد من المجتمع الدولي أن يتخذ هذه الإجراءات في وقت مبكر، لأنه كلنا كسودانيين يعني علمنا من الوهلة الأولى لهذه الحرب بأنه المجتمع الدولي هو وقف موقف الحياد، ولن يعني يعمل على تقديم أي مساعدة للشعب السوداني.
وبالعكس ماذا فعلوا؟ أولا قاموا بإجلاء رعاياهم، ثانيا قاموا بإجلاء البعثات الدبلوماسية التي تأخذ أموالها من أموال الشعب السوداني. فهذه كلها مؤشرات بأنه المجتمع الدولي هو يقف موقف بعيدا تماما عن الشعب السوداني وينتظر الذي سوف يتأهل من هذه الحرب العبثية. ولكن أتأكد أن الشعب السوداني سوف يكون له كلام آخر بعد التحول الديمقراطي الذي من أجله قد مهرت هذه الثورة العظيمة بدماء الشباب. إضافة لذلك المجتمع الدولي، يعني عندما نرى الآن دول جوار تجتمع، قد تحدثت عن وقف الحرب عن المساعدات، ولكن لم تتحدث، يعني هي كدول هناك أكثر من 5 دول كانت متواجدة، لماذا لم يقوموا بمقترح بأن يكون هنالك صندوق لدعم وقف هذه الحرب وضعف لكي يساعد به المتضررين من هذه الحرب؟ هنالك يا عزيزتي الآلاف من الشعب السوداني الآن عالقين على الحدود بين هذه الدول. أنت تعلم أنه هنا في أوروبا عندما قامت الحرب في أوكرانيا كل الدول الأوروبية لقد تهافتت فتحت حدودها من أجل اللاجئين الأوكرانيين، أسرعت وفتحت الأبواب إلى اللاجئين الأوكرانيين، وقد قامت بتقديم المساعدات المالية وقامت بإسكانهم وبرعايتهم. الآن هذه الدول الآن تتحدث أن خطورة اللاجئين أصبح أمر خطر عليهم، وأيضا تحدث عن أنه سوف يقوم فقط فتح الممرات للمساعدات. ما هي كيفيه، ما هي المساعدات اولا حتى يفتحوا لها تماما، ولا يضمن ايضا ان تصل المساعدات لمستحقيها. سيده عبد المنعم، الى اي حد يمكن ان يبنى على نتائج اجتماع دول جوار السودان في القاهره اليوم؟ حتى اتحدث بصراحه لا اعتقد اننا يمكن ان نبني عليها. دول لا تستطيع ان تقدم المال، لا تستطيع ان تضغط، لا تستطيع ان توقف الحرب، لا احد يسمح كلمتها. فانا لا اعتقد انهم يمكننا ان نعول على هذه الاتفاقيه. على جانب اخر حقيقه، انا اذا نظرت او اذا نظرنا جميعا الى تاريخ التدخلات الامميه في كل دول العالم التي ليس بها نزاع، نجد أن هذه الدول تعاني إلى اليوم. إذن ما هو الطريق لوقف إطلاق النار في السودان؟ هذا هو السؤال الأساسي والسؤال الملح الذي يسأله كل سوداني، ونحن لا نعلم 100% إجابة هذا السؤال، لكن نعلم تماما أن المجتمع، أنا أختلف مع الأستاذة بوريدا في أن العالم أو المجتمع الدولي وقف على الحياد، إنه لم يقف على الحياد، إنه أبرز وجهه العنصري البغيض، وجهه الاستعماري، وإنه لم يقف على الحياد، وإنما ترك الشعب السوداني يحترق. وهذا ليس حياد، هذا موقف، هذا موقف، هذا موقف ومعلوم من هذه الدول الاستعمارية. لكن لأن السودان عضو في الأمم المتحدة، العضو تقريبا رغم 53 أو 4 أو 52 لا أذكر، السودان دولة قديمة في الأمم المتحدة ولها حق الأعضاء في الأمم المتحدة، كما ذكرت قبل ذلك أن السودان ليس ضيفا على الأمم المتحدة وليس ضيفا على المجتمع الدولي وليس ضيفا على العالم، إنما عضو أصيل في هذا العالم، وأن كل هذه الكوارث التي حصلت في السودان حصلت نتيجة للتدخلات الرعناء والمتكبرة في الشأن السوداني وأمام العالم بأسره، ليس بعيدا عن أعين العالم. نعم باختصار سيدة، أعتقد أن مسؤولية الاتحاد الأوروبي كما دعموا ميليشيا الجنجويد وكبروها وغزوها بالأسلحة ووسائل الاتصال الحديثة لتمنع لهم الهجرة غير شرعية وصنعوا هذا المارد في دولنا، أعتقد أن عليه مسؤوليتهم الأخلاقية أن ينزعوا مخالب هذا المارد، هذه مسؤوليتهم الأخلاقية. ربما باتت أكبر وأقوى من أن تنتزع. سيد عبد المنعم، أدركنا الوقت. سيد الأصيل، دكتور الأصيل، إلى أي حد يمكن اليوم، هل فعلا إيقاف إطلاق النار في السودان هو سيكون حلا؟ والكثيرون يرون أن مصير السودان سيذهب إلى مصير مشابه من ليبيا، ليست هناك حرب ولكن ليس هناك سلم وليس هناك أمان.
نعم، وقف إطلاق النار هو أول خطوات وأهمها، لأنه بعد ذلك بيدينا فرصة لكيفية التعامل مع الكارثة الإنسانية، ثم بيمكننا من الدخول في عملية سياسية شاملة تقدر تضع البلد في طريقة تحول مدى الديمقراطي الصحيح، وتقودنا إلى تأسيس جيش قومي مهني واحد يقوم بمهامه القتالية ويبعد عن السياسة بصورة متكاملة. ولكن من دون وقف الحرب من الصعوبة جدا أن تتقدم أي خطوة أخرى. على فكرة حتى الأمم المتحدة، بس عودة لمسألة البند السابع، يعني الأمم المتحدة في 2020 اتخذ القرار بالإجماع اللي هو قرار 25-24، وأنشأ على دوره بعثة فنية للأمم المتحدة في السودان لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية ودعم للتحول الديمقراطي. الآن أعتقد مجلس الأمن محتاج يراجع هذا القرار ويدعم وينشط ويفعل هذه اللجنة. طبعا بتواجه عقبات كبيرة جدا من المتشددين، من الإسلاميين، من المطور الوطني، من الفلول والدول العميقة. وحتى الآن نشاهد أنه حتى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر موجود في كين الآن رفض يدوه تعشيرة والآخر. ولذلك الأمم المتحدة لابد أنها تتحمل مسؤوليتها وتتقدم الصفوف وتحاول تجمع هذه المبادرات، ثم تتخذ قرارات قوية وصارمة تقدر تلزم الطرفين لوقف هذه الحرب، ثم بعدها نقدر ننتقل للفترة القادمة والمحطة الأخرى إن شاء الله. نعم، سنرى المحطة المقبلة مع السيد عمر السيد طاهر ضوء البيت. عمر، إلى أي حد مثل هذه المبادرات على كثرتها يمكنها أن تقرب المسافة بين السودان وبين أن يبدأ حلا سياسيا على أرضه؟ هذه المبادرات عزيزتي الفاضلة الصادرة من الاتحاد الأفريقي والإيكاد حتى الآن لم تقرب المسافات بين الطرفين المتصارعين المتقاتلين المنتجين للحركة الإسلامية السودانية. هذا هو توصيفنا لهم الآن الموجودين الذين يتصارعون الآن هم منتج حركة إسلامية بدون أي منازع. بالتالي نحن كشعب سوداني الآن وضعنا وضع المتفرد، وضعنا الآن وضع الإنسان المأزوم الذي لا يستطيع أن يفعل شيء. بالتالي أنا بقول إنه زي ما قالت الأخت شادية، المجتمع الدولي ما وقف موقف المحايد، إنما المجتمع الدولي وقف ضد إرادة الشعب السوداني. والآن ونتمنى أن تكون هناك مبادرات تلبي إرادة الشعب السوداني. أعتذر منك سيد طاهر ضوء البيت. عمر، أدركنا الوقت، المحلل السياسي كتبعنا من العاصمة السودانية الخرطوم، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك سيد هشام بوريدة، محامي وقيادي في الجبهة الوطنية العريضة كتبنا من لندن. سيد شادي عبد المنعم، عضو اللجنة التنفيذية لتجمع السودانيين بالخارج كتبنا من برلين. ودكتور خالد أصيل، متحدث رسمي باسم قوى الحرية والتغيير، كان معنا من كندا. شكرا لكم ضيوفي الكرام، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا. حتى نضبط معكم زوايا مشهد جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.